السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في منطقة يلنجك، جينا نصور شقة في المجمع هذا، في البناية هذه شقة 3 غرف، صار مساحتها 180 متر مربع. هذا المساحة اللي انتم شايفينها، عندنا ملاعب للأطفال، مواقف للسيارات، عندنا مساحات خضراء، إطلالة البحر من هنا باينة ما شاء الله تبارك الله. نبدأ نخش على المدخل ونصور لكم الشقة. نجي من هنا على المدخل، هذا مدخل البناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في الدور الرابع، جينا نصور شقة 4 غرف صالة، مساحتها 205 متر مربع. في كل دور زي ما احنا شايفين شقتين، وعندنا ايضا اسانسيرين. اول ما نخش هنا على الشقة، هذا مدخل الشقة زي ما احنا شايفين، على ابواب تركية، الارضيات سيراميك فاخر. نجي هنا على الصالة، مساحة الصالة ما شاء الله مساحة كبيرة وشرحة. الشقة كلها مزودة بتدفئة مركزية زي ما احنا شايفين. واجهة الصالة ما شاء الله تبارك الله على البحر، لها مخرج للبلكونة. ما شاء الله بلكونة كبيرة وشرحة، هذه مساحة البلكونة. وعندنا الإطلالة الرائعة على البحر، إطلالة بانورامية ما شاء الله تبارك الله. عندنا المنطقة هذه ما شاء الله تبارك الله مقابل المجمع على طول، البحر، الشاطئ، وتحت البناية سوبر ماركت زي ما انت شايف، سوبر ماركت كلبة، يعني سوبر ماركت قريب من المجمع، المطاعم، الشاطئ، البحر، جواهر مول جدا قريب، المطار بيننا وبين المطار تقريبا 3 دقائق، الميدان 10 دقائق، كل الخدمات قريبة من المجمع. عندنا ايضا المنطقة هذه منطقة طاولة الطعام، والمطبخ مفتوح على منطقة طاولة الطعام زي ما انتم شايفين، دواليب المطبخ راكبة ما شاء الله تبارك الله. دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. نكمل تصوير الشقة. نطلع من الصالة، نجي هنا على الغرفة الأولى، مساحة الغرفة ما شاء الله كبيرة وشرحة. فتعتبر الغرفة هذه مع الصالة منطقة مفصولة للضيوف مثلا. نجي هنا، الباب هذا يفصل الـ3 غرف الباقية. أول ما نخش من الباب هذا نجي هنا على اليمين، الحمام أول وأنتم بكرامة، بجوارها مخزن نقدر نحط هنا غسالة الملابس ونستخدمها كمخزن. مقابل المخزن عندنا غرفة ثانية، هذه الغرفة الثانية. مقابل الغرفة الثانية عندنا الحمام الرئيسي الخاص بالشقة، مروش ومغسلة، وعندنا هنا الكلوزت وانتم بكرامة.
نجي هنا على الغرفة الثالثة. لها بلكونة خلفية. ألعاب أطفال تابع للمجمع. وعندنا مساحات خضراء. مسبح للأطفال وللكبار. وعندنا أيضا إطلالة على البحر أيضا جانبية. تمديدات التكييف موجودة للشقة كاملة. نجي أخيرا على غرفة الماستر. غرفة الماستر ما شاء الله مساحتها كبيرة وشرحة. لها إطلالة من الخلف على الطبيعة وعلى المجمع أيضا. وحمام خاص بغرفة الماستر وانتم بكرامة. ومروش أيضا وكلوزت ومخزنة. منطقة يالنجك منطقة جدا راقية ومعروفة في طرابزون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.